الاب والابن والروح القدس الاحد امين. كل سنه وانتم طيبين. النهارده يعتبر الحد الاخير في الصوم، والحد الجاي بقى هنبدا في رحله جميله، ندخل رحله دخول السيد المسيح اورشليم، وبعد كده الامه، وبعد كده قيامته. والنهارده يمكن الحد الاخير ده بحكمه اباء الكنيسه بيحاول عايزين يقولوا لنا حاجه مهمه جدا، لازم يكون عندنا البصيره الروحيه. النهارده يا احبائي انجيل النهارده زي ما تسمعتوا المولود اعمى. ولو تلاحظوا الانجيل ده موجود في يوحنا اصحاح 9، ولما يقرا الواحد مننا يوحنا اصحاح 8 كان السيد المسيح بيتكلم عن كيف هو نور العالم. مش ممكن واحد يديك بصيره روحيه، مش ممكن واحد ينور عينك، مش ممكن واحد يخليك تنظر الامور بطريقه مختلفه الا غير هو من خلال ربنا ولانا وخلصنا يسوع المسيح. فهو في صحة 8 عمال يتكلم، أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. وبعد كده بدأ في هذا أول أخذ أول جيل 9 قال لك أطبق الكلام عملي، فشاف المولود أعمى كده وعطاله إيه بصيرة روحية. والكنيسة بحكمتها طبعا ماشية بسلسلة عظيمة، سلسلة الابن الضال، وسلسلة المرأة الخاطئة التي المرأة السمرية، وبعد كده المفلوج. والنهاردة عايز تقول على إنه كل واحد مننا كيف الواحد فعلا يكون عنده بصيرة روحية؟ ازاي ربنا علاقتي بربنا فعلا؟ ازاي تفتح عيني؟ الوحيد القادر. وفي دروس جميلة جدا في الانجيل النهاردة. اول درس السيد المسيح بيقول كده كان هو اللي رأى المولود الاعمى ده، والسيد والتلاميذ سألوه بيقولوا له يا معلم من اخطأ هذا ام ابواه؟ وده كان فكر فعلا في العهد القديم، ان دايما ايه خطية الاباء تفتقد في الابناء، وموجودة كده في تثنية 5 بيقولي أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء. ولكن جه السيد المسيح غير هذا الفكر، غير هذا الفكر وأعطانا فكر جديد جدا، كيف ننظر الألام، كيف ننظر للصليب، كيف ننظر إن لما الواحد يكون عنده هارشيب في حياته، كيف ننظر لما حد يكون حلو كده ومريض مثلا. فهو قال له رد عليهم قال لهم إيه، لهذا أخطأ ولا أباه، ولكن إيه لكي نرى أعمال الله. فأصبح نظرتنا في اللحظة دي السيد المسيح بيشفت الفكر بتاعنا. خلي بالكوا أي هارد شيب في حياتك، أي مشكلة في حياتك، أي شيء بيتعبك، أو أي حتى شيء بيحصل، مش هنقول ده إيه ربنا كده بيبانش الإنسان. هذا الفكر ده فكر العهد القديم، وتعالوا ممكن ربنا بيسبب أي شيء يحصل في حياة الإنسان ولكن لمجد الله، لمجد الله. وبعد كده السيد المسيح قال لهم كده أنا هو نور العالم، قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل تينا وطلب بالطين عيني الأعمى، وقال له إيه اذهب واغتسل في بركة سلوان التي تفسيرها مرسل، فمضى واغتسل وأدى إيه بصيرا. سيد المسيح أول شيء عمل يعمله لما بيعمل معجزة بيحاول يبعد عن أي فكر إنسان. يعني بالطبع كده لو واحد أعمى ده، لو واحد سليم عينه حلوة قوي كده، والواحد يجيب شوية كده طين وحطه على عينه هتخليه كده إيه يعمى أكتر. ولكن السيد المسيح عايز لما يحب يعمل معجزه يقولي مش عايز تفكر باللوجيك وانت معايا، انا ممكن اشتغل لقدس لحظه لو ربنا سمح بسيء، هو المجد هو، وفي نفس الوقت ممكن اشتغل باي لحظه. فساعات في اي حاجه من ايه ما واحد ما يستعملش اللوجيك ولكن يستعمل ايمان. وفعلا هذا المولود اعمى ده كان عنده، يعني احد الاباء كان بيتكلم عن فضائل المولود الاعمى، من احد الفضائل بتاعته ان هو كان عنده ايمان بسيط، بسان بسيط. قال له طب احط كلي على عينك وخليك وانت روح واغسل، قال له ماشي. برضو احد الاباب يتامل ويقول لا ده مش بس هو انسان بسيط، ولكن هو desperate for God. He was desperate for him. تعرف الواحد كده desperate، عايز كده يا رب ايه اي شيء في حياتي، انا desperate انك انت تغير قلبي، انا desperate الموضوع ده يتغير، انا desperate. فعشان هو كان desperate فراح ربنا قال له ايه، فاضطر يسمع الكلام ويعمل كده. فقال له ايه اذهب واغتسل. طبعا القصه مشت بتسلسل، الاول قابلوه جيران وبداوا يشتكوا ايه اللي حصل لك، فحد يحكي لهم القصه ازاي ايه واحد هو اللي شفاه وهو اللي اعطاه السبيريتشوال سايت. بعد كده تقابل مع الفريسيين واليهود وعبالهم الحكايه، جابوا الام والاب وقالوا لهم هل انتوا تعرفوا؟ قال لهم لا، هو ابننا وكامل السن. فسالوه ولكن هو رد عليهم كلهم قال لهم ايه اعلم شيء واحد، اعلم شيء واحد ان كنت اعمى والان ايه ابصر. ودي يمكن اهب ان احنا كلنا النهارده تكون شهاده لكل واحد مننا، قول له يا رب نعلم شيء واحد بس، كيف يا رب انك تطنع اعطتني عين روحيه، كيف يا رب انك غيرت قلبي،
أعلم شيء واحد، الواحد مننا محتاج إن هو يبلد conviction، يبلد علاقة مع ربنا، يبقى علاقة كده إيه قوية جدا. أي حد يغير رأيه عن ربنا، أي حد يديله أي فكرة عن ربنا، بيفكرني كده بالقديس بالكاربوس فلحظة استشهاده، فقام قالوا له يا إما تثبت لنا المسيح يا إما في نفس الوقت يا إما إيه يعني هنرجمك وفي نفس الوقت تستشهد للمسيح، لازم تثبت لنا. فقال له ما عايز أقول لكم، أنا ما أعرفش أثبت لكم إيه بالعلم، ولكن أعلم شيء واحد بس، زي ما الرجل ده قال أنا علاقتي بيه حلوة قوي قوي قوي، وهو عاني لمدة 86 years وأنا دايما لما بكلمه بيسمع لي، وأي مشكلة عندي عايز تغير رأيي دلوقتي. فياريت الواحد مننا، هل عندك أنت فعلا كده الإيمان القوي اللي مش ممكن واحد يزعزع إيمانك، وأي واحد يتكلم معك تقول له لا، خبرتي مع ربنا مش أنا سمعت عنه، ولكن أنا اختبرته وعشت معاه ودوت حلاوته، وأكتر شيء أحبائي هو فتح عيني، بقيت أنظر الأمور بطريقة مختلفة. كان مرة تقابلت مع واحدة كانت غير مسيحية وبقت مسيحية، بتقول لي يا أبونا الشيء الواحد بس اللي أنا عندي conviction عندي إن هو بقى إيماني بربنا إنه غير قلبي، عمل لي رقي روحي، غلاني أنظر الأمور بطريقة مختلفة. فهل الواحد مننا قبل ما تدخل في أسبوع الألام الأسبوع الجاي والسيد المسيح يدخل لقلبك، ممكن تقول كده النهاردة كنت أعمى والآن إيه أبصر؟ قل لي رب فعلا نفسي أبصر، نفسي عيني تنظر الأمور بطريقة مختلفة. ده احنا دايما بنتعلم ترنيمة كده واحنا صغيرين بيقول لك Oh be careful little eye what you see، أصل أهم شيء بتشوف الأمور إزاي. بعيد عنك لو بتشوف الأمور صعبة تبقى كل حياتك ظلام، وهو قال كده إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله إيه نيرا، وإن كان عينك إيه مش بسيطة ومش حلوة ترى كل الأمور مش حلوة خالص خالص يعني. فالواحد مننا محتاج يسأل نفسه، هل ممكن أنا النهاردة أقول زي المولود أعمى كنت أعمى والآن أبصر؟ طب يا رب أنا مش قادر أبصر، أقول لك يا ريت تدور على باعترافك وتقعد معاه وتتكلم معاه وتقول له يا رب أنا عايز يكون عندي بصيرة روحية، عندي أمور روحية، كل البس أمور نظرتي لكل الأمور أمور كده أرضية، كل نظرتي الأمور كلها خطأ، كل نظرتي الأمور دايما في خناقات وشد، ولكن يا رب نفسي يكون عندي بصيرة روحية. حتى ممكن أدافع عنك، لما قام الجيران والتلاميذ واليهود قال لهم لا 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 لا، أهاجر الرجل ده خاطئ ولا مش خاطئ أنا ما أعرفش، أنا ما أحكمش على حد، ولكن كنت أعمى والآن إيه أبصر. أحب أتكلم معكم النهاردة على حاجتين مهمين جدا في البصيرة الروحية، زي فعلا الواحد يعني يكون عنده بصيرة روحية، ينزل الأمور بطريقة مختلفة. يحكى عن القديس الأنبا أنطونيوس والقديس ديديموس، كانوا في وقت واحد مع بعض، فالقديس ديديموس الضرير اللي هو فقد عينه، فمرة شاف القديس الأنبا أنطونيوس، والقديس ديديموس ده كانت تقعد مع زي البابا كورولوس كده عنده عين روحية تشوف ما فوق ما أي حد يقدر يشوفه. فالأنبا أنطونيوس قال له يا بختك يا ديديموس إن ربنا خدك عنك العين الجسدية، لأنك أنت مش بتشوف أعمى يعني، مش بتشوف الأمور الأرضية اللي بين منها إيه كلها ألم وتعب وتعب، ولكن أعطاك بصيرة روحية ترى أعماق الله، ترى أعماق الله. فقول يا ربنا النهاردة عايز يكون عندي البصيرة الروحية أشوف عمقك يا ربي، إزاي النهاردة لما أروح البيت النهاردة أبدأ أنزل الأمور بطريقة مختلفة، أنزل عينية كده تكون حلوة، عين بسيطة ترى الأمور كلها بإيه بجمال وحلاوة. ربنا يدينا هذه البصيرة الروحية. والسيد المسيح قال كده إيه، إني أتيت أنا إلى العالم في يوحنا 9:39 بيقول لي حتى يبصرون الذين لا يبصرون ويعمى الذين إيه يبصرون. أنا هدي بصيرة للإنسان يبقى نظرته مختلفة خالص خالص، هنور قلبه، هنور فكره، هنور حياته، هخليك عندك بصيرة روحية تديك سلام، تديك فرح، تديك كده سلام في بيتك وسلام في شغلك وسلام في عملك، وتبص لقي ايه كل الامور حلوة جدا جدا، لان ايه عندك اصبحت عين روحية بتنزل الامور كلها من ناحية ايه روحية. حتى لو حد بيشتكي فيك وحتى اللي بيتكلم عنك وحتى اللي بتعمل حاجة تقول له لا يا رب انا اديني البصير الروحية يا رب فعلا يا ربي. فاول شيء، وانه حتى احد الاباء يقول كده، العيون يملكها كل الناس ولكن ليس كل الناس يملكون البصيرة الروحية. كلنا عندنا عيون وبنرى، ولكن مين عنده البصيرة الروحية اللي بيرى كل الأمور بطريقة روحية، فتجعله إن هو كده إيه كل الأمور حلوة كل الأمور بسيطة، فالموضوع كله كيف ترى. والنهاردة يا ريت النهاردة وإحنا بنصلي في القداس كل واحد منا يقول يا ربي اديني يا رب العين الروحية،
اديني يا رب البصيرة الروحية، اديني يا رب الفكر الروحي. حاجتين عملهم عشان تحصل عنده البصيرة الروحية. نمبر وان قال له ايه؟ اذهب. اذهب يعني ايه؟ تيكن اكشن، تيكن اكشن. بداية البصيرة الروحية كيف ان انا يكون عندي اكشن في حياتي الروحية، اخد اكشن ان انا ابدأ علاقة مع ربنا، ينور القلب، ينور الفكر. ده اهم شيء مع علاقتنا مع ربنا، ان لما تكون علاقتك علاقة مثمرة ان يكون عندك بصيرة روحية. لو انت ما عندكش بصيرة روحية وما انت ما عندكش اي علاقة مثمرة، ما فيش علاقة مثمرة. فاول شيء قال له اذهب. ويمكن نقطة التحول في الابن الضال لما قال كده ايه؟ اقوم الان وايه؟ واذهب الى ابي. فاول شيء عايز يقول له ايه؟ عايز يكون عندك بصيرة روحية، انا هحط كلي على عينك، هحط طين على عينك، ولكن اذهب. هل انت هتعمل ولا لا؟ هل هتسمع الكلام ولا لا؟ فاول نقطة قال له ايه؟ اذهب واغتسل. تاني نقطة يا احبائي اغتسل. اغتسل يعني واش. واش على فكرة اغتسل من اجمل اللي هو ايه التعبير لما جينا نعبر عن التوبة في الكتاب المقدس، نقول عليها ايه؟ الاغتسال. حتى بنسمي بالدرس بتاع النهاردة او انجيل النهاردة دايما بنسمي بايه؟ بنلينكت للمعمودية، لان المعمودية ايه؟ غسل للخطايا. والمعمودية من خلالها الواحد بياخد بصيرة روحية، بيلبس، بيخلع الانسان العتيق ويلبس الانسان الجديد، يبقى عنده امور ايه؟ البصيرة. فاول شيء قال له ايه؟ اذهب. تاني شيء قال له الاكشن التاني لازم تعمله، اغتسل. اغتسل يعني اغسل. الواحد مننا الكتاب المقدس على فكرة بيعبر بموضوع غسل الثياب، واحكي لكم قصتين بسرعة. اول قصة لما كان في خروج 19، اول ما خرج، اول ما موسى كان بيظهر للشعب، ربنا يظهر لموسى. فبعد كده الشعب اشتكى موسى، قال له يعني انت مين بالظبط؟ يعني هو ليه ربنا مش بيسمع لك انت وبيظهر لك انت؟ احنا عايزين نشوف ربنا. فربنا قال لموسى ما تخافش، الشعب ده غليظ الرقبة، اطلع قول لهم انا قابلهم في جبل سينا. فراح موسى اكسايتد قوي، قال لهم تعالوا جماعه افرحوا، خلاص ربنا يطلع في جبل سينا وقابلكم. فاول ما عمل كده راح ربنا ظهر لموسى في اصح خروج 19:10، قال له طب استنى شويه. قال له ايه؟ قال له اذهب الى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليختثلوا ايه؟ ثيابهم. قال له شرط اساسي عشان يقابلوني لازم يكون عندهم اغتسال. واي لاف ان هو اكسبريشن بتاعي غسل الثياب. الواحد مننا مش معقول مننا هيروح يشتري هدوم واول ما تتوسخ يروح رميها، وبعد كده يروح تاني يوم اي محل ميسز ولا تارجت ويشتري هدوم. لا، ده الواحد لما يكون عنده هدوم اول حاجه بيعملها ايه؟ يقعد يغسل فيها. فهو النهارده تعبير التوبه هو الغسل. فهل انت بتغسل قلبك؟ هل بتغسل فكرك؟ هل بتغسل عينك؟ فاول شيء قال له قدسهم اليوم وغدا وليغتسلوا ثيابهم. فلما تيجي تفكر في التوبه، ولما تغسل ايدك النهارده، كم مره بنغسل ايدنا؟ كتير قوي. كم مره بنغسل الثياب؟ كتير قوي. يقول لك لا، افتكر انك انت قول له يا رب انا عايز اغسل ايه؟ قلبي. ده كل واحد منا ماجن كده الصبحيه تقعد كده الواحد، سامحوني في الكلمه، لما الواحد بيقابل واحد هوملس اصعب شيء بيبقى ايه؟ الريحه بتاعته. فالواحد يقول له لا تعالى هنا ايه؟ اغتسل. اول ما ياخد الشاور ويطلع من الشاور كده ريحته حلوه. فالتوبه يا احبائي هي اغتسال. والنهاردة دعوة يقول لك نمبر وان اذهب، نمبر تو اغتسل. وبرضو موجودة في سفر الرؤية لما كان يوحنا ماشي في ريفيليشن رؤية 7، فبيقول سأله واحد من الشيوخ وقال له، كان شاف هو عدد كتير جدا، قال له هؤلاء المتسربلون بالثياب البيضة من هم ومن أين أتوا؟ قال له الناس اللي لابسة ثياب بيضة دي مين هم دول وجين منون؟ فيوحنا رد عليه وقال له أنا ما أعرفش، أنا أنت لست أعلم يا سيدي. وقال له أنت تعلم. فقال لي بيقول كده يوحنا، هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة إيه؟ العظمى. وبيقول إيه؟ وغسلوا ثيابهم وبيضوها في إيه؟ دم الخروف. يعني عشان شرط أساسي تتقابل مع ربنا وتشوفه كده مع الجموع دي الجميلة خالص، أول شيء لازم تغسل إيه؟ ثيابك. النهاردة دعوة يا أحبائي للبصيرة الروحية. عايزين النهاردة في القداس قول له يا رب نور عيني، نور قلبي. نفسي كده الترنيمه اللي اتعلمناها واحنا صغيرين، او بي كيرفل ليتل اي وات يو سي، كيف ارى الامور، كيف انزل الامور، كيف عيني تكون حلوه، كيف يا رب تفتح عيني النهارده زي ما فتحت عيني الاعمى. وحاجتين عشان تعملهم، نمبر 1 اذهب، تيكن اكشن، نمبر 2 اغتسل. توداي وي ار اكشلي توكن اباوت ذا بيوتيفول ستوري اوف ذا بلايند مان اند هاو ذس بلايند مان اكشلي جاد جيف هيم ا سبيريتشوال سايت. He opened his eyes.
and all of us, we need this spiritual eyes. And he told him, actually, I am the light of the world. And the Lord actually put a clay in his eyes and told him, go and wash. And he spoke today about two things, about how can we open our eyes. Number one, our Lord God several times tell him, go and wash. Number one, go. Go means take an action in order for us to have the spiritual sight so we can see things different. In order for us to have a spiritual eye that we can actually change that, because the eye controls the body. Whatever you see, it will reflect on your life. If you go home, especially for a young man, if you watch pornography, guess what? Your life will be full of lust. If you watch anything, that a horrible movie, you will find yourself, you have fear. But if you watch good things, your eyes, your heart will be full of good things. That's why the Bible mentioned, if your eyes is holy, your whole body full of light. It's all about what you see. And as I mentioned, the beautiful song that we learn, all of us when we're young, oh, be careful, little eye, what you see. What you see is very important. Today, our Lord God, Savior Christ, give this blind man the spiritual sight. He can see things different. Imagine this man before he was actually, when he was blind. He will walk. He cannot even, somebody has to help him. He cannot distinguish between what's right or wrong. But once the Lord opened his eyes, he was able to distinguish what's right and wrong, and he able to see. And all of us today, we need our spiritual eye. We need to open our eyes. For number one, he told him, go. Go means take an action. The prodigal son, actually, what he did, he said, I will go to my father, and I will tell my father, I have sinned against heaven and before you. I'm no longer to be called your son, but consider me even one of your heart servant. For the first action, in order for us, for our eyes to be open, we must take an action. We must take an action. Go see your father of confession. Go establish a relationship with God. Go have a spiritual life with God. Go actually start to read the Bible. Go and read a spiritual book that help you to connect with God. Go and it change your life. So number one, he tell him, go. Number two, tell him, wash. Wash is a symbol of repentance. We consider always the baptism, it's the first wash. One of the fathers said, the second wash is greater than the first wash. He does not mean that it's not greater than the baptism. But he's talking about the second wash with the tears of repentance that will cleanse us from our sin. And in order for us to see God, we must wash ourselves. And the expression that used in Exodus chapter 19, verse 10, when the people of Israel wanted to see God, the Lord appeared to Moses and told him, go to them and sanctify them today and tomorrow and let them wash their clothes. Imagine, kid, if you have a nice shirt, how many times do you wash your shirt? Many times. If I hope today, all of us, let's lift our hand and tell him, God, give us the spiritual eyes. Give us the spiritual sight so we can see things different. أتمنى النهاردة يا حباي الإنجيل النهاردة فعلا يكون نفتح عيوننا كلنا. مش عايزين بس نيجي ونحضر. يمكن يعاب علينا كمسيحيين ان احنا واخدين الامور كده ايه نحضر وخلاص على كده. قول له تعالى النهارده الاسبوع ده مش هيجي حد الزعف وتدخل اورشليم وتدخل قلبي الا غير لما هعمل حاجتين. انا هذهب وادور على ابونا واقعد معاه. هذهب وابدا علاقه مع ربنا. هبدا بقرا الانجيل. واهم شيء علمني يا رب كيف اغسل قلبي واغسل فكري واغسل عيني يا ربي واقدم توبه. ربنا يبارك فيكم ويبارك في حياتكم ويدينا البصيره الروحيه التي من خلالها نرى الأمور دايما بطريقة روحية. ولهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد. أمين.